قبل ما ابدا ما تنساش تصلي على النبي في التعليقات وتشترك في القناه لو لسه ما اشتركتش وفعل الجرس عشان يوصلك كل الافلام الجديده. ويلا بينا. بيبدا المسلسل بعد حوالي 40 سنه بعد ما نيزك ضخم بيضرب كوكب الارض وبيدمره، وده اللي خلى دول كتير تختفي ودول تانية تنهار زي كوريا الجنوبيه واللي تحولت لصحراء ضخمه والهواء فيها بقى ملوث والاكسجين بقى حاجه نادره، وبنعرف ان 1% بس من سكان الدوله هم اللي قدروا يعيشوا. وبعدها الحكومه بدات تخترع قوانين جديده عشان يسيطروا على الوضع، وقسمت الحكومه الشعب لثلاث طبقات. اول طبقه هي عامه الناس، وتاني طبقه اللي كانت بتضم الجنود والموظفين في الدوله، والطبقه الثالثه وهي الطبقه الاساسيه ودي اللي كانت حرفيا مسيطره على البلد لان كان فيها رجال الاعمال الاغنياء جدا والمسؤولين عن الدوله. وبنعرف كمان ان في طبقه رابعه الحكومه تعتبر مش معترفه بيها ولا مهتمه بيها، وهي طبقه اللاجئين، وكان كل اهتمام الحكومه انها توفر الاكسجين للثلاث طبقات اللي قلنا عليهم. اما اللاجئين فمش مهتمين بيهم خالص، عشان كده بيظهر من اللاجئين مجموعه من الصيادين اللي بيحاولوا يسرقوا اي حاجه من الثلاث طبقات. عشان كده الحكومه قررت انها توظف عدد من الرجال اللي بيبقوا اقوياء جدا واللي اسمهم رجال التسليم، واللي بتبقى مهمتهم توصيل الاكسجين والاكل للثلاث طبقات، واللي بيقابلوا الصيادين دايما في طريقهم للتوصيل عشان كده لازم يكونوا اقوياء جدا. وبيكون اغلب افراد الشعب ومنهم اللاجئين ومنيه حياتهم انهم يكونوا من رجال التسليم، لان ساعتها الحكومه بتعترف بيهم كمواطنين وبيكون لهم حقوق في البلد. وبنعرف ان اشهر واحد في رجال التسليم هو الملقب بخمسة تمانية، واللي شغال بقاله 9 سنين في التوصيل واشهر واقوى واحد فيهم، وبنشوفه في يوم اجازه بيضطر ان هو ينزل الشغل لان واحد من زمايله واللي رقمه 5-7 طلب المساعده منه. وبيعرف 5-8 ان الصيادين ماسكين رجل التسليم وعايزين يسرقوا العربيه بتاعته، فبيدخل 5-8 وبيضربهم كلهم لكنه مش بيقتل حد فيهم، وبيقول لهم ان حظهم كويس لكن المره الجايه مش هتعدي على خير. وتاني يوم بيكون 5-8 في طريقه لتوصيل طلبيه، فبيلاقي 4 شباب من اللاجئين طلعوا على العربيه بتاعته بعد ما بيكونوا حطوا يافطه مزيفه على الطريق عشان يخفف السرعه، وبيبان عليهم انهم عباره عن صيادين مبتدئين ومش عارفين يعملوا حاجه، وهو عمال يتفرج عليهم وبيضحك وبيحاول يوقعهم من على العربية بتاعته. وبعد ما بيمسكوا في جنب العربية بيكهرب العربية عشان يوقعهم على الأرض، لكن واحد منهم بيكون قدر يوصل للكابينة وبيدخله، ولما بيعرف ان اللي قدامه هو رجل التسليم 5-8 بيبقى مش مصدق عينيه وبيطلب منه انه يواجهه في القتال عشان يثبت لنفسه انه قوي، لان كان نفسه يبقى رجل تسليم زيه. لكن 5-8 بيمسكه وبيرميه من العربية بكل سهولة، وزمايله بيقولوا له ان مفيش امل يبقى قوي زي 5-8 وانه مش هيقدر يتغلب عليه، وبيقولوا له انه لازم يتخلى عن حلمه وانه مش هيبقى رجل تسليم. وبنعرف ان الشاب ده اسمه ساول وبيبقى متمسك بحلمه وبيقول لهم انه هيتغلب عليه في يوم من الايام ويبقى زيه. وبعدها بيسيب اصحابه وجدهم وبيرجع للاقليم العام اللي عايشه فيه الطبقه الاولى اللي هي الطبقه العامه، وبيدخل البيت في السر لانه يعتبر من اللاجئين ومش مسموح ليه يكون هنا. وبنعرف ان اصحاب البيت هم بنتين واللي اخدوه من حوالي 10 سنين وربوه معاهم وبقوا بيعتبروه زي اخوهم الصغير، واول ما يشوفوه ويعرفوا انه دخل في قتال كالعاده وخسر بتقرر سيول انها تعاقبه بالحبس في اوضته لمده 15 يوم. وبنعرف ان سيول شغاله مع قوات الاستخبارات في الجيش وبتخلي اختها جيونج تحبسه في اوضته قبل ما يخرج كالعاده، وبتمسح بصمته من على الباب عشان ما يقدرش يخرج، وبيتكلم معاها عن طريق الشاشه من ورا الباب وبيقول لها ان هو قابل رجل التسليم 5-8 اللي نفسه يبقى زيه، وهي بتبقى معجبه بيه جدا. وبعدها بيوصل 5-8 لبيتهم عشان يوصل لهم طلبيه الاكسجين، وهي بتبقى مش مصدقه عينيها لان هو اللي جاي بنفسه، وبتطلب منه يتصور معاها وفعلا بيوافق. واخوها بيبقى جوه الاوضه محبوس وخايف ل 5-8 يشوفه بعد ما حاول هو واصحابه يقتحموا العربيه بتاعته. وبعد ما بيمشي 5-8 اخته بتبقى مش مصدقه ان هي قابلته واتصورت معاه، وهو بيقول لها بكره يبقى زيه ويبقى كمان اقوى منه، لكن فجاه بيلاقي اخته بتصرخ لان في ناس مقنعين اقتحموا البيت بتاعهم وبيحاولوا يكتفوها ويخدروها، لكنها بتقدر تضربهم وتهرب منهم، لكن عددهم بيبقى كتير وبيقدروا يكتفوها. وساعتها سؤول بيبقى عايز يكسر الباب عشان يخرج وينقذها، وفعلا بيقدر يكسر الباب وبيطلع بسرعه وبيقدر يضرب واحد فيهم وبيخلص على الباقي، وبينقذ اخته منهم بعد ما بيخلص عليهم كلهم. ولما بيروح عشان يطمن على اخته بيلاقيها اتضربت بالنار اثناء القتال وماتت قدام عينيه. وبعدها واحد من العصابه بيظهر من وراه وبيضربه هو كمان بالنار في دماغه وبيخلص عليه، وقبل ما المقنع يهرب من المكان بيشوفوا 5-8 اللي كان لسه في المكان وبيخلص عليه. وبعد ما بيدخل بيلاقي كل الموجودين ميتين وبينصدم بعد ما بيلاقي سؤول لسه عايش بعد ما اتضرب في دماغه، فبيبلغ 5-8 عن الحادث وبياخد معاه سؤول عشان يلحق ينقذه قبل ما يموت. وبعد ما بتعرف سيول باللي حصل ولما بتروح على البيت بتنصدم بعد ما بتشوف اختها ماتت،
لكن المفاجأة ان رجال العصابة اللي ماتوا كلهم اختفوا من البيت، وبتعرف ان كاميرات المراقبة كلها مفصولة، وبنعرف ان نفس العصابة كانت بتعمل عمليات زي دي كتير عشان يخطفوا الشباب من بيوتهم، لكن اول مرة تحصل جريمة قتل، وبعدها بتستدعي 5-8 اللي بلغ عن الحادث عشان تتكلم معاه، ولما بيروح لها بتبقى شاكة فيه لان العصابة اللي اتقتلت كلهم اختفوا هم وسأول، وبيقول لها ان هو بلغ الشرطة ومشي لان كان عنده طلبية وضروري يوصلها بسرعة، وبعدها بيروح 5-8 للاجئ سأول اللي كان في حالة صدمة ومش فاكر اي حاجة من اللي حصلت، واول ما بيصحى بيعرف ان جيونج ماتت وبيبقى مصدوم، وبعدها بنشوف سيول اللي كانت بتدور على سأول في كل مكان عشان تلاقيه، ومفيش حد من اصحابه كان عارف مكانه، لكن اول ما ترجع البيت بتلاقيه هناك، وبتبقى فرحانة جدا لانه لسه عايش، لكنه بيبقى حزين جدا لانه ما قدرش يحمي اختها اللي ماتت، فبتقول له ان هي فرحانة ان هو لسه عايش وانه ما ماتش هو كمان، وبتوعده ان هي هتلاقي اللي عمله كده وتقتلهم بنفسها، وبعدها بيشكرها على كل اللي عملته معاه هي واختها، وان هم اهتموا بيه من وهو صغير، وبنعرف ان سيول نقذته من الموت من 10 سنين، وده ايام ما كانت لسه متعينه جديد في الجيش، وكانت الحكومه بتحاول تقضي على كل اللاجئين اللي في المنطقه، لكن سيول ما قدرتش تعمل كده، واخدته هي واختها وربته معاهم كانه اخوهم، وبيوعدها انه هيبقى رجل تسليم قوي وانه هيرد لها الجميل، وبيودعها وبعدها بيمشي، لكنه مش بيروح لاصحابه وجدهم لانه بيكون حاسس بالذنب على موت جيونج، فبيروح للصيادين اللي كانوا دايما بيضربوه عشان يخلوهم يضربوه لحد ما يقتلوه، وفعلا بينزلوا ضرب عليه لحد ما كان هيموت، لكن اصحابه اللي كانوا بيدوروا عليه بيوصلوا لمكانه وبيحاولوا يتدخلوا عشان يحموه، لكن سأول بيقول لهم يهربوا ويسيبوه، فبيضربوا واحد من الصيادين على دماغه وبيفقد الوعي، وصحابه بعدها بياخدوه لبيت جدهم عشان ينقذوه، لكنه بيبقى مغمى عليه وبيفضل على كده كذا يوم، وبيفضلوا قاعدين جنبه ومهتمين بيه لحد ما في يوم بيفوق وبيطلع على السطح، واصحابه بيبقوا فرحانين بيه جدا لانه اخيرا فاق وبقى كويس، لكن سأول بيكون لسه حزين على موت جيونج، فبيقول له الجد انه ما كانش ذنبه وان الايام كفيله انها تخليه ينسى، وبعدها بيروح الجد للمكان اللي بيهتم فيه بالنباتات، وبيجي له هناك رجل التسليم 5-8 واللي بيكون عارفه، وبيساله لو يعرف مكان سأول، وبيقول له ساعتها ان سأول متحول وان جسمه يعتبر من الحديد عشان كده الرصاصه اللي خدها في دماغه وما عملتش فيه حاجه، فبيقول له الجد انه كان ملاحظ من فتره لكن سأول نفسه ما يعرفش ان هو متحول، وبيطلب منه انه ما ياخدوش ويسيبه معاه لفتره، وبعدها 5-8 بيمشي عشان يقابل اصحابه من رجال التسليم اللي عاملين فريق سري عشان يساعدوا كل اللاجئين اللي مش لاقين اكسجين ولا اكل واللي الحكومه مش مهتمين بيهم، وبيعرفوا ان عمليات الخطف اللي بتحصل لشباب اللاجئين كلها عمليات مدبره لكنهم ما يعرفوش مين اللي بينفذها، وبيقرروا انهم يعملوا خطه وانهم يحطوا جهاز تعقب مع كذا واحد من شباب اللاجئين عشان اول ما يتم خطفه يعرفوا مكانه، وفعلا الخطه بتنجح وواحد من الشباب دول بيتم خطفه فبيعرفوا مكان العصابه، وبيروح لهم 5-8 وكل زمايله وبينقذوا كل الشباب اللي كانوا مخطوفين واللي كانوا كلهم في سن سأول، وبيفهم ساعتها 5-8 ان في حد بيدور على حد متحول بين الشباب اللاجئين عشان كده بيخطفوا الشباب، وبنعرف ان المتحولين هم عباره عن شباب صغيرين في السن ابهاتهم كانوا شغالين في مناجم تحت الارض قبل ما يخلفوهم، وبسبب تلوث اشعاعي معين اولادهم مش بقوا زي البشر العاديين وبقوا متحولين، عشان كده في حد بيدور عليهم عشان يستفيد من قوتهم الخاصه، وبنعرف اللي كان بيؤمر بعمليات الخطف دي هو ريو ابن رئيس شركه سي ام المسؤوله عن انتاج وتوزيع الاكسجين في البلد، وبنعرف ان في واحد من رجال التسليم هو اللي بيساعدهم في عمليات الخطف لان هو الوحيد اللي يقدر يدخل لاي بيت بكل سهوله اثناء عمليات التسليم، وبنعرف ان الشخص ده هو رجل التسليم 5-7 واللي قدر يوصل له 5-8 وبيلاقيه بيحاول يموت نفسه فبينقذه بسرعه، وبيساله مين المسؤول عن كل ده، فبيقول انهم بيعملوا تجارب على البشر، لكن قبل ما يكمل كلامه كان ريو اخذ قراره انه يخلص على 5-7 لانه فشل في مهمه الخطف الاخيره وكل رجالته ماتوا، وبنعرف ان ريو زارع جهاز في رقبه رجالته واللي بيقدر عن طريقه انه يكهربهم ويخلص عليهم بضغط زر بس، وسيول بتقدر انها توصل لمكان 5-8 السري وساعتها بيفض الاجتماع السري عشان ما تعرفش هما بيعملوا ايه، وبيطلع كانهم كانوا بيتدربوا، وبتقول له سيول ان اللي قدر يدخل بيتهم وكان السبب في قتل اختها هو زميلهم 5-7، وقالت له انها لما راحت عشان تقبض عليه لقيته ميت، فبيصدمها 5-8 لما بيقول لها ان هو شافه وهو بيموت قدام عينيه عن طريق جهاز مزروع في دماغه حد بيتحكم فيه عن بعد، وساعتها ريو كان متضايق من المساعد بتاعه لانه لحد دلوقتي ملقاش ليه اي متحول، وبنعرف ان هو بيعمل كل ده لانه مريض بمرض خطير جدا وانه هيموت قريب وان مفيش علاج ليه غير دم المتحولين عشان كده بيدور عليهم، ومحدش يعرف اي حاجه عن المرض بتاعه حتى والده عشان كده كان بيعمل كل حاجه من وراه، وبعدها بيقول للمساعد بتاعه انهم لازم يعينوا حد بدل 5-7 ضروري عشان يساعدهم، وبيقترح عليه المساعد بتاعه انهم يعينوا واحد تاني بداله، لكن ريو بيرفض وبيقترح عليه انهم يعملوا
مسابقة كبيرة تلفت أنظار كل الناس، واللي هيكسب فيها هو اللي هيتعين مكان 5-7 اللي مات. ولما بيعرف سؤول بموضوع المسابقة بيحس إن دي فرصته، وبيبدأ يستعد عشان يقدم في المسابقة، وبيبقى أمنيته إن هو يكسب عشان يحقق حلمه. وبعدها بيروح لخمسة تمانية عشان يطلب منه يساعده عشان يبقى قوي عشان يقدر يكسب في المسابقة. وفعلا خمسة تمانية بيوافق إنه يساعده، وبيدخل معاه الحلبة عشان يقتله، وبيبقى خمسة تمانية مستهون بيه لأنه كان ضعيف ومش قادر حتى يضربه. وبعدها بيروح سؤول عشان يقدم في المسابقة هو وأصحابه، لكن كل أصحابه بيترفضوا بسبب إنهم غير لائقين جسديا، لكن سؤول طبعا بيتقبل وبيتقدم عشان يستلم بطاقة المسابقة بتاعته. ولأنه لاجئ ما كانش مكتوب اسمه على البطاقة، وبيكتبوا اسمه على البطاقة اللاجئ رقم 34، فبيتضايق جدا لما بيلاقي نفسه عبارة عن رقم وإن البلد مش معترفة بيه لدرجة إنهم مش كاتبين اسمه. فبيقول له 5-8 إن دي هتكون أقل مشاكله بعد ما يكسب المسابقة، وبينصحه ما يشغلش باله بالموضوع، وبيقول له إن هو كمان عبارة عن رقم. وبنعرف إن 5-8 كان لاجئ هو كمان، لكنه قدر ينقذ نفسه من حوالي 9 سنين أيام ما كانت الحكومة بتحاول تخلص على كل اللاجئين اللي موجودين في البلد، لأنها بتعتبرهم عبء عليهم وملهمش لازمة في البلد وبيستهلكوا الهوا بتاعهم. وساعتها بيقرر سؤول إن هو يهتم بالتدريب بتاعه عشان يحقق حلمه ويبقى زي 5-8، وبيبدأ فعلا التدريب، وبيستخدمه معاه جهاز واللي كان بيرمي عليه عدد كبير من الكور بسرعة كبيرة عشان يخلوا رد فعله سريع، لكنه مش بيقدر يضرب الكور وبيهرب منها وهو مش عارف يعمل حاجة. وساعتها واحد من رجال التسليم بيدخل مكانه وبيقدر إن هو يضرب كل الكور اللي بتيجي عليه، وسؤول ما كانش مصدق اللي شايفه، وبيحس 5-8 إن سؤول لسه قدامه كتير عشان ينجح. لكن تاني يوم بتبدأ أول جولة في المسابقة، واللي بتكون عبارة عن تصفية للعدد الكبير اللي داخلين المسابقة، عشان كده بيقسموا المتسابقين لفرق وبيحبسوا كل مجموعة في أوضة، وبيعرفوهم إن هم هيقللوا نسبة الأكسجين في الأوضة، وإن اللي هيفضل واقف على رجليه لحد النهاية هو اللي هيكسب وهيتنقل للمرحلة الجاية. وكلهم بينزلوا ضرب في بعض عشان الكل عايز يكسب قبل ما الأكسجين يقل خالص. وبيبدأ سؤول ضرب في كل اللي حواليه، وبيقدر إن هو يضرب كل اللي قبله، وهو كمان بيتضرب، لكن مع الضرب بيفتكر اللي حصل لأخته اللي ماتت، وبسرعة بيقوم عشان يضرب آخر واحد، وبيفضل هو الوحيد اللي واقف على رجليه وبيكسب الجولة مع باقي اللي كسبوا في الأوض التانية. وبعدها بيروح لخمسة تمانية وبيبقى تعبان جدا، لكن جسمه بيقدر يتعالج بسرعة لأنه متحول. فبيسأله 5-8 لو بيقدر يسوق، فبيقول له شوية، لكن سؤول بيطلع سواق محترف وبيقدر يعدي التدريب بنجاح. وتاني يوم بنعرف ان الجولة دي عبارة عن سباق بين كل اللي اتأهلوا من المرحلة اللي فاتت، وان كل واحد فيهم هيبقى معاه طلبية ولازم يوصلها زي رجال التسليم بالظبط، وبيعرفوهم ان اول اتنين هيوصلوا لخط النهاية ومعاهم الطلبية هما اللي هيكسبوا ويتأهلوا للمرحلة النهائية. لكن المشكلة ان الطريق مش هيبقى سهل زي ما هما متوقعين، وان هيطلع عليهم في الطريق مجموعة من الصيادين المحترفين واللي كلهم محكوم عليهم بالسجن مدى الحياة، وان المتسابقين هيعتبروا بالنسبة لهم فرصة عشان يطلعوا من السجن لو قدر حد من الصيادين انه يقتل اي حد من المتسابقين. وكل واحد من المتسابقين بيستلم الطلبية والعربية بتاعته، وكل العربيات بتتحرك، لكن سؤول بيبقى في المركز الاخير، والشركة بتستعين برجال التسليم عشان يراقبوا السباق، واللي بيكون 5-8 منهم. وبيكون السباق قوي جدا لحد ما بيقدر سؤول يبقى في المركز الثاني، لكن واحد من الصيادين بيقدر ان هو يقلب العربية بتاعته، وبيبقى 5-8 خايف عليه جدا، لكن سؤول بيقدر ان هو يطلع من العربية عايش، وبيجري وبيروح على عربية واحدة من المتسابقين وبيطلب منها يركب معاها، وفعلا بتوافق. لكن الصيادين بيهجموا عليهم وبيقدروا انهم يطلعوا على العربية وبيوقعوا المتسابقة صاحبة العربية. وساعتها سؤول بيبقى محتار يكمل طريقه عشان يلحق يكسب، ولا يرجع يساعد زميلته زي ما ساعدته وينقذها من الصيادين اللي هيقتلوها. وخمسة تمانية بيقول له في سره انه لازم يكمل عشان يكسب، لكن سؤول بيقرر ان هو يرجع عشان يساعد المتسابقة، وفعلا بيقدر ينقذها من الصيادين وبتركب معاه عشان يوصلوا هما الاتنين لخط النهاية. وريو بيبقى معجب جدا بتصرف اللاجئ، وبكده يكون ثلاث متسابقين هما اللي وصلوا للنهاية، لكن اللي المفروض يفوزوا اتنين بس، وبيبقى سؤول فرحان لانه كسب. لكن المسؤولين بيقولوا له ان الطلبية بتاعته اتدمرت بالرصاص، وان العربية اللي كان راكبها كمان اتدمرت، عشان كده يعتبر خسر، وان اللي فازت هي المتسابقة اللي معاه، يعني هي اللي هتقابل صاحب المركز الاول في النهائي. لكن 5-8 مش بيسيب اي حاجة للظروف، وبنعرف ان هو خلى زمايله يكسروا دراع المتسابقة عشان ما تعرفش تلعب في الجولة النهائية، وبتنسحب من المسابقة. وساعتها بيقرر ريو انه يخلي اللاجئ رقم 34 هو اللي يتأهل للمرحلة النهائية بدل البنت، وده لانه لاجئ، وده اللي هيخلي كل اللاجئين يشجعوه في النهائي. وبيقول للمساعد بتاعه انه عنده خطة، ولما بيسمع سؤول الخبر بيفرح جدا هو واصحابه، وبيروح
بعدها عشان يعيش في مبنى تبع الطبقات العالية وبيكون ليه غرفة لوحده، وهو مذهول جدا من الرفاهية اللي الناس عايشين فيها هنا، وكل اللاجئين مش لاقيين حتى أكل يومهم. فبيقول له 5/8 إن أبو ريو مؤسس شركة سي إم هو اللي اختار 1% من الشعب عشان يعيشوا هنا، وهو اللي قسم الناس لطبقات، وهو كمان اللي حاول من 10 سنين إنه يقتل كل اللاجئين عشان ما يقوش عبء عليهم. و5/8 كان زمانه من اللي ماتوا لكنه قدر ينقذ نفسه، وبيقول له إنه حاليا لازم يركز على المسابقة النهائية وينسى كل حاجة. وبنعرف إن أبو ريو بقى ندمان على كل اللي عمله زمان، عشان كده قرر إنه يعمل خطة لتهجير اللاجئين كلهم وينقلهم لمكان كويس عشان يعيشوا فيه زي باقي الطبقات. لكن ابن ريو لما بيعرف الخطة بتاعته بيرفض كلامه، وده لأنه شايف إن اللاجئين ما يستحقوش يعيشوا. لكن أبوه بيبقى مصمم إنه ينفذ الخطة بتاعته بمساعدة رئيسة الحكومة، وساعتها بيقرر ريو إنه ينفذ خطته في السر، وبيطلب من وزير الدفاع إنه يجيب له معلومات عن شباب اللاجئين، وبتروح للسيول بالبيانات لكنها بتكون قليلة جدا، وبيطلب منها توفر له كل المعلومات اللي هو عايزها عشان يقدر يختار مين اللي هيتهجر من اللاجئين للمكان الجديد. فبتتضايق منه جدا لانه عامل نفسه متحكم في اللاجئين وعايز يختار بمزاجه مين اللي يعيش ومين اللي يموت. فبيضطر ريو انه يتصل بوزير الدفاع بنفسه عشان يأمر سيول تجيب له المعلومات اللي هو عايزها. وسؤول بيكون مع المساعدة بتاعته واللي بتحاول تساعده عشان يستعد للمباراة النهائية، وبتوريه ازاي ان المنافس بتاعه قوي جدا. فبيقولها انه طالما مش اقوى من 5/8 فهيقدر يتغلب عليه اكيد. ويوم الجولة النهائية بيجي وبيقرر ريو انه يستغل شعبية اللاجئ 34 وبيوفر للاجئين عربيات عليها شاشات عرض كبيرة وبيوزعها في الشوارع عشان يتفرجوا على المباراة. وفعلا كل اللاجئين بيروحوا عشان يتفرجوا لان سؤول كان لاجئ زيهم، واصحاب سؤول كانوا عايزين يروحوا ويتفرجوا مع الناس لان الشركة كانت بتوزع على الناس اكل واسطوانات اكسجين. لكن الجد بيقول لهم يفضلوا ويتفرجوا معاه في البيت لانه بيبقى قلقان من التجمعات الكبيرة اللي بتحصل وبيبقى حاسس ان في حاجة غلط. وبنروح لمكان المباراة اللي كانت في الاقليم الاساسي اللي بيبقى فيه هواء نقي جدا ومفيش حد مضطر يلبس قناع لان الهواء مش ملوث. وبيطلعوا هما الاثنين حلبة الملاكمة، والمنافس اللي قدام سؤول بيبقى قوي جدا والكل متوقع ان هو اللي هيكسب. وفعلا بيقدر المنافس انه يضرب سؤول وبيكسبه في الجولة الاولى. وبتكون رئيسة الحكومة حضر المباراة وبتحس ان المنافسة محسومة لصالح المنافس وان مفيش امل قدام اللاجئ رقم 34. وساعتها المساعدة بتاعت سؤول بتطلب منه ما يطولش المباراة لان المنافس بتاعه قوي جدا، وبتقول له يحاول يخلص المباراة بالضربة القاضية. لكن المنافس بيبقى قوي وبيقدر يكسب الجولة التانية وبيضرب سؤول لدرجة ان جسمه المعدني بيكون باين. وبيقولها سؤول ان هو حفظ اسلوب المنافس اللي قدامه وانه هيخلص عليه بالضربة القاضية. وساعتها 5/8 كان في طريقه وبيقابل عربيتين شكلهم غريب وبيضطر ان هو يوقفهم، واول ما يعرفوا ان هو 5/8 رجل التسليم المشهور بيهجموا عليه عشان يقتلوه، لكنه بيقدر يخلص عليهم كلهم ما عدا واحد منهم. وبيلاقي في دماغه قنبلة هو كمان لكنه بيلحق يخرجها عشان ما يقتلش نفسه، وبياخده معاه للمقر بتاعهم عشان يخليه يعترف ويعرف مين اللي بيشغلهم، وبيهدده عشان يقول له على الخطة بتاعتهم لكنه بيرفض يتكلم. ولما بياخد الموبايل بتاعه بينصدم لما بيعرف ان ريو هو اللي عامل كل ده عشان يفجر العربيات اللي بيتفرج عليها اللاجئين. وبنعرف ان دي كانت خطته من الاول من ساعة ما قرر يستغل اللاجئ رقم 34. وساعتها بيبعت رسالة بسرعة لزمايله عشان يروحوا ويلحقوا الناس قبل ما يموتوا. وفي الماتش كان لسه سؤول بيتعرض للضرب والمساعدة بتاعته بتعالجه، ومع الوقت بيعرف كل تحركات خصمه وبيستنى اللحظة المناسبة عشان يديله الضربة القاضية ويخلص عليه. وخصمه مش بيقدر يقوم تاني وبيقدر سؤول انه يكسب الماتش. وساعتها ريو بيدي الامر لرجالته عشان يفجروا القنابل في اللاجئين، وبيفشل 5/8 ورجالته انهم يوصلوا للمكان ويلحقوا الناس. وسؤول وهو بيحتفل بالفوز بتاعه بيشيل الرباط اللي على راسه، وساعتها الكل بيشوف الحديد اللي تحت جلده وبيعرفوا ان هو متحول، ومنهم ريو اللي بينصدم لما بيشوف ده بعينيه. وبيحطوا بعضها خطه عشان يراقبوا سؤول، وبيقرروا يستنوا اللحظه المناسبه عشان يخطفوه، وخاصه بعد ما ريو عرف ان الدم بتاعه هيبقى مناسب ليه. وبعدها 5/8 بيحاول يعرف اي معلومات من الراجل اللي قبض عليه، وبيكلم سيول عشان تيجي وتشوفه، وبيقول لها ان هو قدر يعرف خطه ريو لكنه ما لحقش ينقذ الناس. وبتعرفوا سيول ان ريو طلب منها معلومات عن كل اللاجئين الشباب لسبب معين، وبتقول له ان هو اكيد بيخطط لحاجه تانية. وبعدها بتروح سيول عشان تشوف سؤول، وبتقول له ان هي فخوره بيه جدا وبكل اللي عمله عشان يحقق حلمه. وبعدها بيروح سؤول اول يوم شغل ليه وبياخد رقم 5/7 مكان اللي مات. وبعدها بيقابل اصحابه اللي بيبقوا فرحانين بيه جدا عشان حقق حلمه، وبيسالوه لو كان فعلا متحول، فبيقول لهم ان هو نفسه ما يعرفش يعني
يعني ايه متحول، وبيقدر ياخدهم معاه ويوصلهم لجدهم، وبعدها بينزلهم عشان يوصل اول طلبيه ليه. ولما بيروح عشان يوصل الطلبيه بيبقى لسه مش عارف حاجه، ومع الوقت بيقدر ان هو يعرف كل حاجه عن التسليم. والاولاد الصغيرين بيبقوا فرحانين بيه جدا انهم شافوه وبينادوه بالمتحول. وبعدها بيرجع على المقر بتاعهم وبيتفاجئ بالشخص اللي 5-8 قبض عليه وهو مربوط. وبعدها بيقعد مع 5-8 وبيعرف منه ان ده واحد من العصابه اللي بيخطفوا الشباب، وانه تبع عصابه ريو اللي قتلت اخته ميونغ، وبيقول له ان هو لازم يقرر بنفسه وهيبقى مع مين. وبعدها بيقابل 5-8 سيول وبتقول له ان هي ادت لريو كل بيانات اللاجئين وحالتهم الصحيه، ودلوقتي بقى عارف كل حاجه عن اللاجئين. وبتقول له ان هي شاكه انه بيخطط لحاجه جديده، وفعلا ريو بيدي تعليمات للعربيات عشان تنزل معسكرات اللاجئين عشان تعمل لهم فحص، بحجه ان هو بيعمل كل ده عشان يهجرهم للمكان الجديد، لكن بشرط ان كل واحد فيهم لازم ياخد مصل معين. وساعتها بنشوف في مقر رجال التسليم مجموعه من المقنعين بيهجموا على المكان وبيخلصوا على رجاله التسليم اللي في فريق 5-8، وبياخدوا الراجل اللي مقبوض عليه وبينجحوا يخلوه يهرب. وبعدها بيروح للمقر السري بتاعه وبيبعت رساله للمساعد بتاع ريو عشان يخليه يقابله ضروري. ولما بيروح له مساعد ريو بيساله هو ازاي عايش لحد دلوقتي، وبيساله مين اللي نقذه، فبينصدم الراجل لانه كان بيعتقد ان هو اللي بعت ليه رجالته عشان ينقذوه، فبيطلع المساعد المسدس وبيقتله، لانه بيكون فهم ان 5-8 هم اللي خططوا لكده، وبنعرف ان هم مثلوا انهم ميتين عشان يخلوه يمشي من المكان، وبعدها يتعقبوه ويعرفوا مكانه ويعرفوا هيقابل مين بالظبط. وفعلا الخطه بتنجح وبيلاقي 5-8 قدامه، ولما بيحاول يهدده بالسلاح بيلاقي السيول قدامه وحط المسدس في دماغه، وبعدها بيمسكوه بيهددوه عشان يساعدهم، وبيقول له 5-8 ان ريو لو عرف ان هم مسكوه هيقتله بالقنبله اللي في دماغه، فبيضطر ان هو يقبل العرض بتاعهم، وبيقول لهم ان هو هيعرفهم كل تحركات ريو وخط سيره عشان يسيبوه يمشي. وتاني يوم بيبقى 5-8 شاكك في حاجه، وبيلاحظ ان العربيات اللي بتعدي وسط السكان عشان تنقي الهواء فيها حاجه غريبه، والمفاجاه ان العربيات دي بتطلع هي اللي بتلوث الهواء في المكان، وبيخلي باقي زمايله يتاكدوا من باقي العربيات، وبيطلع فعلا شاكه في محله. وبيتجمع بعدها هو ورجالته وبيقول لهم ان اهم حاجه عند ابو ريو وشركته انهم يلوثوا الهواء عشان يقدروا يتحكموا في الناس عن طريق الاكسجين اللي بيتحكموا فيه وبيبيعوه ليهم. ولما بيعرف تحركات ريو من المساعد بتاعه بيعرف ان هو هيروح لمقر اللاجئين عشان يتابعهم وهم بياخدوا المصل بنفسه، وبيقرر 5-8 انه يروح هناك ويخلص عليه. وفعلا كان هناك وكان لسه هيخلص عليه، لكنه بيعرف ان المساعد بتاع ريو باعهم وبعت رجالته عشان يخلصوا عليهم، فبيضربهم 5-8 وبيحاول يضرب على ريو عشان يقتله، لكنه مش بينجح في كده، وبيجري وراه وبيحاول يخلص عليه، لكن رجالته بيدخلوه جوه العربيه واللي بتكون ضد الرصاص، وبتفشل الخطه بتاعه 5-8 وبيتكشف بعد ما ريو شافه واتعرف عليه. ولما بيرجع ريو للمقر بتاعه بيعرف من المساعد بتاعه ان 5-8 مكون جماعه سريه من رجاله التسليم اللاجئين، ومعاهم كمان اللاجئ رقم 34، وهم اللي كانوا عاوزين يقتلوه، فبيأمر كل رجالته انهم يقتلوا رجاله 5-8 كلهم ما عدا المتحول لانه كان محتاجه حي. والخبر بينتشر في البلد كلها ان 5-8 ورجالته مطلوبين للعداله، فبيقرروا انهم يهربوا من المقر بتاعهم وبيتفرقوا كل واحد في مكان. والسيول بتقرر انها تروح لابو ريو لانها كانت عارفه انه حاسس بالذنب على اللي عمله زمان، وانه مش هيسمح لابنه يعمل اللي كان بيعمله في اللاجئين، وهو الوحيد اللي هيقدر يوقفه، وفعلا بيوعدها انه هيوقف ريو عند حده. وتاني يوم بنشوفه وهو رايح للجد، وبنعرف ان هو كان صاحبه من زمان، وبيقول له ان هو قرر يكفر عن ذنوبه القديمه وانه هيسلم ريو للعداله، وبعدها هينفذ خطه التهجير بنفسه وينقل اللاجئين عشان يعيشوا حياه كريمه. وبيحس الجد المره دي ان ابو ريو حاسس بالذنب فعلا وهينفذ كلامه. وتاني يوم فعلا بيستدعي الاب ريو عشان يسلمه للجيش، وبنشوف وزير الدفاع بنفسه جاي عشان يقبض عليه، فبيطلع ريو المسدس وبيخلص على الرجاله بتوعه، وبينصدم الاب من تصرف ابنه، وبيديله ابنه المسدس وبيقول له ان هو مستعد يخليه يقتله لو ده هيخليه يحس انه كفر عن ذنوبه، لكن فجاه وزير الدفاع بيضربه وبيخلص عليه. وبعدها بيعلن ريو ان والده مات وانه هيوقف عمليه التهجير مؤقتا، وبيطلب من كل الناس انهم يقتلوا كل رجاله 5-8 والا الشركه مش هتوزع عليهم اكسجين. وبعدها بيلاحظ الجد ان كل الاشخاص اللي اخذت المصل بتاعه الشركه بداوا يموتوا، وبيفهم ان دي كانت خطه ريو الجديده عشان يخلص على اللاجئين، وبيضرب الجرس عشان يحذر الناس. ولما بتروح له زميله 5-8 بيقول لها على المصل، فبتبعت رساله لباقي زمايلها عشان يروحوا كلهم ويمنعوا الناس من اخذ المصل. ولما بيعرف واحد من اصحاب سؤول
بيروح عشان يلحق زمايله وينقذهم واللي كانوا هياخدوا المصل، لكن الحرس بيمسكوه وبيضربوه. وساعتها ساؤل كان في المكان وبيحذر الناس وبيشوف صديقه، ولما بيجري عليه عشان يلحقه بيجري عليه صاحبه عشان يحذره قبل ما القوات تمسكه، لكن الحرس بيشوفوه وبيضربوا عليه النار قدام ساؤل اللي بينصدم ومش بيلحق يهرب، وبتقدر القوات انهم يضربوه وبياخدوه لحد ريو. واول ما ساؤل بيشوف ريو بيجري عليه عشان يضربه، لكن رجاله ريو بيمسكوه بيكتفوه وبيخدروه. وبيعرف 5-8 ان ريو قدر يمسك ساؤل، وبيقرر انه يهجم على المقر بتاعه عشان ينقذه ومعاه كل رجالته. وبتنضم ليهم سيول لما بتعرف اللي حصل، وبتساعده عن طريق ان هي بتديله المخطط بتاع مقر ريو عشان يقدر يدخل هو ورجالته. وبتبدا فعلا خطه الهجوم على مقر ريو، وبيضربوا كل رجالته وبيخلصوا عليهم، وبتقوم معركه كبيره جدا بينهم. وساعتها ريو كان بينفذ خطته وبينقل الدم بتاع ساؤل ليه، لكن اول ما يعرف ان رجاله 5-8 هجموا على المقر بتاعه بيقرر ان هو ينزل بنفسه عشان يشوف الوضع. لكن رجاله 5-8 بيكونوا قدروا يقتحموا المكان كله، وبيقابلوا مساعد ريو اللي كان جاي هو ورجالته، لكن فجاه الكهرباء بتتقطع عن المكان كله، وبتظهر رجاله 5-8 وبيخلصوا على المساعد ورجالته. وبعدها سيول بتقدر ان هي توصل لرئيسه الحكومه وبتقبض على الوزير بتهمه الخيانه، وبيقرر ساعتها ريو انه ياخد ساؤل ويطلع للمقر بتاعه ويفجر المكان اللي مسؤول عن انتاج الاكسجين عشان يخلص على الشعب كله. لكن 5-8 بيوصل وبيخلص على رجالته كلهم وبيهجم عليه، وساعتها ريو بيهدده انه لو فكر يتحرك هيخلص على ساؤل. ولما 5-8 بيرفض يسلم سلاحه بيقرر ريو انه يقتل نفسه، لكن 5-8 مش بينولها له وبيقتله بنفسه. وساعتها بيحصل انفجار كبير في المكان كله، لكن رجاله 5-8 بيكونوا قدروا انهم يخرجوا الناس كلهم وينقذوهم. وبعد مدة بتقرر رئيسة الحكومة نقل كل اللاجئين للقطاع الجديد بعد ما القطاع بقى جاهز، وبتقرر ان هي تلغي النظام القديم واللي كان بيصنف الناس لطبقات، وان دلوقتي الناس كلها هيعيشوا مع بعض سوا في مكان واحد. والسيول بتبقى وزيرة الدفاع وبتساعد الناس كلها. وبعدها بنشوف 5-8 وهو رايح عشان يزور ساؤل، وبيخرجوا سوا، وساعتها بيلاحظوا ان الشمس بدأت تطلع تاني، وان الهواء كمان بقى نقي عن الاول، وبيفهموا ان كوكب الارض بدأ يرجع لطبيعته تاني. بس كده، ودي نهاية المسلسل. لو عجبك اعمل لنا لايك واشترك في القناة لو لسه ما اشتركتش، وفعل الجرس عشان يوصلك كل الافلام الجديدة. وسلام.